للمرة الأولى منذ بدء الأحداث في سوريا، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني عن لقاء سيعقد بين روسيا ووزراء الخارجية العرب في القاهرة في العاشر من الشهر الجاري للبحث في الأزمة السورية. نحن مقتنعون بضرورة عدم انتظار بعض الأفعال السحرية والجلوس معا ومحاولة الاتفاق بشأن كيف يمكن أن نتبنى جميعا نهجا مشتركا للتأثير في جميع الأطراف السورية لوقف إطلاق النار والجلوس للتفاوض أو بدء حوار وطني شامل. كذلك كررنا قبل أيام التبرع بمليون فرنك سويسري لتمويل نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، وسوف نستمر في توفير أشكال الدعم الإنساني الأخرى للسوريين. بدورها أعلنت سوريا ترحيبها بزيارة موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان لدمشق المحددة في العاشر من آذار. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد أعلن أن أنان سيزور دمشق برفقة وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة. كذلك أعلنت الخارجية الصينية أن الصين ستوفد السفير الصيني الأسبق لدى سوريا اعتبارا من الثلاثاء بزيارة لدمشق مدتها يومان لدفع خطة من 6 نقاط طرحتها بكين كأساس للتسوية وإنهاء العنف. وأشارت الخارجية الصينية إلى أنه على الرغم من أن الظروف بالغة التعقيد والموقف ما زال متوترا، فإن الصين ترى أن الحل السياسي هو المخرج الأساسي من الأزمة السورية. وفي سياق منفصل، قررت الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس إلغاء رحلتها بين باريس ودمشق بسبب الوضع في سوريا بحسب ما قاله متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس بريس. أما ميدانيا فاقتحمت قوات عسكرية تضم دبابات وناقلات جند مدرعة مدينة يبروت صباح اليوم في ريف دمشق بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشارت لجان التنسيق المحلية في بيان إلى أن عملية الاقتحام ترافقت وقصفا على المدينة. كذلك أفاد المرصد عن مقتل سوريين في درعا وعن تنفيذ قوات النظام حملات دهم واعتقال في حي جوبر والسلطانية المجاورين لباب عمر. كذلك شهدت كل من درعا تظاهرة طالبت مجددا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد في وقت شيع فيه حي الميدان في دمشق المجند المعتصم بالله، كما شيعت القصير في حمص يحيى إبراهيم محيي الدين. من جهة أخرى، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من توصيل المساعدات إلى السوريين الفارين من القتال في حي باب عمر في حمص، ولكنها منعت لليوم الثالث من دخول المعقل السابق للمعارضة المسلحة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها سلمت طعاما وأغطية وأدوية لقرية تبعد 3 كيلومترات من حمص، حيث لجأ عدد من الأشخاص، ووصفت هذا التطور بأنه خطوة إيجابية. في وقت أعلن فيه مصدر إعلامي لوكالة سانا إن الحكومة السورية وافقت على استقبال وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس التي ستصل إلى دمشق مساء غد الثلاثاء. وفي المقلب الآخر، وبعدما تمكن الجيش السوري من دخول باب عمر، ضبطت الجهات المختصة معملا لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرة، وضبطت كذلك معقلا لتعذيب المواطنين. إضافة إلى ذلك، قامت الجهات المختصة في محافظة حمص بإعادة تأهيل حي باب عمر وتنظيفه، وتتولى الشركة السورية للنفط إصلاح أنابيب النفط التي خربت في منطقة السلطانية.